نداء استغاثة وجهه صيادون في ولاية معسكر للسلطات من أجل تحرك حيال التصرفات العشوائية التي يقوم بها بعض من وصفوهم بالطفيليين على مجال الصيد، والذين ما فتئوا ينتهكون قدسية هذه الهواية والعبث بها. اللي راهم بداوا فيها حتى حيوانات محمية واللي راهي الناس ما تستعفش بها، فيها صيد عشوائي وخاصة الصيد بالوسائل التقليدية بالشبابيك وبالضوء في الليل، وهذيك راه الثروه الحيوانيه تاعنا تنقص خاصه على مستوى الولايه تاعنا في معسكر. هاد راهم يصيدوا بغير قانون، ويصيدوا في الليل باللوطو بالضوء، هادو نتبعوهم في الولايه تاعتنا اينما كانوا. محافظه الغابات لمعسكر بالتنسيق مع جمعيه الصيادين سارعت الى عقد لقاء قصد تاهيل هواه الصيد. اللي هو يخول الصيد ماشي حصل هديه للحصول على رخصة الصيد، وهذا ضروري للصياد، لأن الصياد لازم جاي إن شاء الله من بعد هذا رخصة الصيد عاود جاي ثاني إن شاء الله باش يكون عاود كراء الغابات واقتراحات اللي فتح الصيد، الصيد السياحي اللي هو في مرضية كبيرة للدولة وفي مملكة العملة صعبة باش تدخل الدولة. وينتظر الصيادون في معسكر فتح مجال استغلال الفضاءات الغابية من أجل تحويلها إلى مستثمرات منتجة.